اهلا بكم مشاهدينا مع جديد اخبار مشاهير تركيا ضمن الفقرة التجريبية Overview Plus. الزوجين اسليهان ومارت يعبروا عن فرحتهم. كشف الزوجين اسليهان جونار ومارت كيليتش عن سعادتهم حيث انهم اجتمعوا سوية في ذات المشروع وهو فيلم القائد والذي يتحدث عن جنود اتراك وسيعرض قريبا في صالات السينما التركية، مضيفا الممثل وزوج الممثلة اسليهان بان تصوير الفيلم كان فعلا صعب وليس سهلا حيث بعض المشاهد تم تصويرها خارج تركيا. وفي سؤال الصحافة لأسليهان عما إذا كانت ترغب بأن تخوض تجربة الغناء كمثل حال بعض الممثلين الذين توجهوا للغناء، فأجابت أسليهان بأنه ومن الأساس قد قامت بالغناء في مسلسلاتها القديمة ولكن ليس بشكل احترافي، ولكن من الممكن في المستقبل بأن تطور من نفسها أكثر في هذا المجال. تأجيل موعد زفاف الممثلة ديلان تشكدينيز. أكدت الممثلة ديلان تشكدينيز بأنها هي وخطيبها قاموا بتأجيل موعد زفافهم حيث أن كلاهما حاليا لا يملكون الوقت الكافي، حيث أنها سوف تعود قريبا لاستكمال تصوير مسلسل المستأجر المثالي بجانب الممثل سيركاي توتونجو، مع العلم بأن الإعلان الترويجي لهذا المسلسل قد عرض في الأيام السابقة. النجوم الأتراك المرشحين في مسابقة الجمال العالمية. وكالمعتاد تقوم هيئة مجموعة تي سي كاندلر والمختصة باختيار أجمل الوجوه من حول العالم ومقرهم في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية يوميا وعلى مدار كل شهر بترشيح أجمل الوجوه من حول العالم حتى التصفية النهائية، ذلك وفي نهاية السنة. وفي خلال الأشهر الماضية تم اختيار النجوم الأكثر جمالا وهم كل من إسراء بيلجيتش وأوريل دي ران وبوراك تشلك وأوزجي تورار وأركان ميريتش. صداقة نجوم مسلسل حب منطق انتقام. شارك نجوم مسلسل حب منطق انتقام لحظة استمتاعهم بحضورهم لمباراة فريق فنربهتشي. الممثل ألب نورز يكذب الشائعات. تم نشر العديد من الأخبار على مختلف المنصات والتي تفيد بانفصال الثنائي آيتشا وألب عن بعضهم، ولكن قام الممثل ألب بالرد ساخرا على تلك الإشاعات بقوله: وأيضا السيدة آيتشا دخلت بنوبة الضحك. الممثلة دفن ساميلي تقرر الابتعاد قليلا عن المسلسلات. أوضحت الممثلة دفن ساميلي بأنها الآن مهتمة أكثر بالفن الأدبي، حيث سوف تصدر قريبا أغنية خاصة بها، بل وأيضا هنالك كتاب قامت بكتابته وسوف ينشر قريبا في المكاتب التركية. وكالعادة وفي كل ظهور لها يتساءل الصحافة عن سر جمالها وهي في عمر 50 سنة، فجوابها كان باختصار: الأمر متعلق بالعقل. إلقاء القبض على 3 من مشاهير تركيا. تم القبض على 3 من أعضاء فريق اليوتيوبر الأتراك والذي يتجاوز عدد متابعينهم إلى أكثر من 7 مليون مشترك، وهم كلا من بلال هانجي وفاتح ياسين وأتكا نيوزيورت، ذلك ومن بعد ترويجهم في أحد الفيديوهات التي قاموا برفعها عبر قناتهم بالترويج لموقع مقامرة وسرقة الأموال في قبرص التركية، ليتم بعدها على الفور بأمر القبض عليهم وفرض غرامة مالية كبيرة عليهم. والمشكلة عادي لسه بيضحك.
الممثلة نسليهان ترد على كثرة الانتقادات التي وجهت إلى زوجها، ومنذ أن أعلن بأن الممثل قدير دولوم سيكون هو شريك الممثلة نسليهان في مسلسلها الجديد، منهم من أعجب كثيرا بفكرة اجتماعهم من جديد من بعد مسلسل فتح الحربية والذي كان سببا بتعرفهم على بعضهم. أما البعض الآخر من الجمهور رفض وبقوة فكرة اجتماعهم من جديد في مسلسل واحد. لتنقل الصحافة التركية هذه الردود لها، وكان جوابها: Hayır, bilakis çok konforlu olacağını düşünüyorum. Sonuçta eşimle oynayacağım. الممثل سيركان شاي أولو يعلن عن موعد زفافه. وقبل عدة أيام أوضح الممثل سيركان شاي أولو بأن حفل زفافه الرسمي سوف يقام في اليوم 13 من شهر أغسطس الجاري، وتحديدا في مدينة فيرونا الإيطالية. وفي سؤال الصحافة لماذا بالتحديد قمتم باختيار إيطاليا لحفل الزفاف، أوضح الممثل سيركان بأن إيطاليا تشكل مكانة خاصة له ولأوزجي، لكن لم يوضح كثيرا السبب. لكن يبدو أن إيطاليا تشكل كثيرا من الذكريات الجميلة للثنائي عندما ذهبوا إليها أثناء تصويرهم لمسلسل موسم الكرز، ذلك وفي عام 2015. الممثل مراد يلدرم يرد على الشائعات. نشرت أحد الصحفيات في تركيا بأن الممثل مراد يلدرم لم يعجب كثيرا بسيناريو الموسم الجديد من مسلسله عزيز، ذلك ومن بعد تغيير طاقم الكتاب. ومن بعدها غادر الممثل مراد تركيا مع زوجته إيمان دون إخبار شركة الإنتاج، مما تسبب في أزمة في كواليس مسلسل عزيز. وببساطة نفى الممثل مراد هذا السيناريو الكاذب، واعدا الجمهور بموسم مميز من مسلسل عزيز. الممثلة أوزجياز تصرح: أشعر بالخجل من أدائي. وفي أجدد مقابلة صحفية مع الممثلة أوزجياز صرحت بأنها ما زالت في بداية مشوارها وأن الطريق ما زال أمامها، مضيفة بأن الوقوف أمام الممثل هالوك بالجينار كان أحد أحلامها عندما أرادت بأن تكون ممثلة، وقد تحقق الحلم من خلال مسلسل أبي. كما أوضحت بأنها تشعر بالخجل من أدائها عندما تقف أمام الممثل هالوك بالجينار، فأداؤه التمثيلي عبارة عن مدرسة.